بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. سادة المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم خالص الدعاء والأعمال والطاعات في شهره المبارك، شهر رمضان الكريم. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الإمامة وليلة القدر، وحديثنا ولقاؤنا المتجدد مع ضيفنا العزيز سماحة الشيخ كويت الأسدي. أهلا ومرحبا بك شيخنا. حياكم الله وحيا الله ضيفا عزيزا من على شاشة. الله يحفظكم وحيا الله جميع المشاهدين. سماحة الشيخ، في الحلقة الماضية كنا قد دخلنا في موضوع مهم وحقيقة شيق وممتع، وهو موضوع الحديث في وظائف الملائكة الذين هم جزء من الآية التي وردت في سورة القدر: تنزل الملائكة والروح فيها. وشرعتم أنتم بذكر مجموعة من الوظائف تقوم بها الملائكة، والآن على ما أعتقد أن هنالك وظائف أخرى تقوم بها الملائكة، فإن أمكن أن تطلعنا على هذا الأمر. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين مولانا أبي القاسم محمد وعترته الطيبين الطاهرين. نكمل الوظائف، وصلنا تقريبا إلى الوظيفة 13 التي كان فيها ذكر الملائكة بأنهم أيضا يصلون على النبي كما أن الله تعالى يصلي على النبي: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. وهناك أيضا صلاة على أتباع النبي بالحق، طبعا مو الأتباع الظاهرين الشكليين فقط بالاسم، كما في قوله تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته. فالملائكة تصلي علينا، من الآداب أيضا أن نصلي عليه. سماحة الشيخ، أن الصلاة التي ذكرت على النبي صلى الله عليه وآله غير هذه الصلاة التي إن الله يصلي عليكم. هو أصلا سماحة الشيخ معنى أن الله يصلي، هل لكم أن تعطوا لنا فد معنى تقريبي؟ طبعا هذه الأفعال الإلهية تطلق على الله تعالى بما يليق بجلاله وجماله. عندنا أساسا الصلاة هي بمعنى الدعاء، أخذت سياقا آخر فقهيا، أصبحت هذه الأوضاع والحركات والأقوال، وإلا الصلاة هي الدعاء، فباقي على حالها. يعني الصلاة هي الدعاء، هنا الله يعني يدعو، لا معنى لأن يكون الله هو الذي يدعو، لأن هو المدعو، وعليه كما ذكرت الروايات هو أن يذكر نبيه أو من يصلي عليه بالرحمة واللطف وسائر المنن الإلهية والرحمات الإلهية على عبيده. وهذا الذكر مو مجرد ذكر كما أنا أجلس في مجلس وأتكلم أقول فلان 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 فلان، لا، هذا رفع في عالم التكوين، هذا السير إلى الله، والسير إلى الله لا يتناهى. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى، والإنسان كادح إلى الله، كادح إلى ربك كدحا. فكذلك النبي في سلسلة العروج والسير إلى الله تعالى، الله يرفعه يرفعه. الحديث في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وفي الأئمة عليهم السلام يعني يحتاج إلى أبحاث، ولكن لا بأس سماحة الشيخ، بما أنه نحن نعيش في ربيع الصلاة على محمد وآل محمد، الحق والإنصاف أنه لا يوجد أحد في كل الأديان وفي كل المذاهب كشيعة أهل البيت عليهم السلام، علمهم أئمتهم الصلاة بتلك الأنهار، أدعية بعضها كلها مخصصة فقط للصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته. شعبان المعظم كانت هنالك صلوات خاصة مولانا، وما يوجد في شهر رمضان أعظم وأعظم وأعظم. وتجد أن هناك يعني هذه تعابير من الأئمة ممن نعتقد أنهم أكمل خلق الله بعد النبي صلى الله عليه وآله، تجد عجائب عظيمة وذخائر هائلة عظيمة
من الصلاة على النبي خصوصا النبي صلى الله عليه وآله، يعني الحصة العظمى من الصلاة على النبي، ثم تأتي بعد ذلك الحصص الأخرى على أهل البيت وبقية الأنبياء والملائكة أيضا. ها والملائكة زين. اللهم صل على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، تصلي على إبراهيم وآل إبراهيم، أيضا هناك تصلي على محمد وآل محمد، وتصلي على الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وحملة العرش والكرام الكاتبين والحفظ على بني آدم وما إلى ذلك من الأدعية التي إن شاء الله لعله. ولا زلت في نفس هذا الموضوع، موضوع الصلاة على محمد وآل محمد، امتدت لها يد الطغاة وحاولوا أن يسلكوها من معناها الروحي الذي جعله الله عز وجل، بحيث حتى أصبحت صلى الله عليه وسلم فيها محمد، حتى محمد ليس فيها، حينما يذكرون يقولون صلى الله عليه وسلم. أتهم يقولوا بهالهدوء هذه. نعم صلى الله عليه وسلم. يقروها لا فيها محمد ولا فيها. أي ويمكن على شكل ثانيتين. فد يعني بتعبيرنا العامي بالفصيح يقولون لبك، بالعامي لبك. يعني ما تفهم أن هناك صلاة، يعني كأنما هي فد قضية هكذا روتينية رمزية ليس إلا ما لها أي روحية. فلذلك اقراها على السريع بس يريد يخلص من عدها، يعني كانما آداب واجبه، ها واجبه عليهم لا بد منها نخلص من عدها هكذا. لا وصل الامر الى انها تكتب صاد. اي تكتب هذا اي تكتب صاد، وكان هذه ثقيله للاسف على اي حال. الى الله المشتكى والمستعان. اذا هذه الايه وهو الذي يصلي عليكم وملائكته لماذا؟ ليخرجكم. هذا أثر تكويني من الظلمات إلى النور، ليخرجكم. هذه وحدة تحتاج إلى بحوث، معنى إخراج المؤمنين من الظلمات. طبعا المؤمنين درجات، يعني هم كما هم في نور الإيمان، بس ليش هم حصلوا على كل أنوار الإيمان، كل مراتب الإيمان؟ مو مرت علينا آية يا الذين آمنوا أمر بإيمان بمرتبة أعلى. فهنا كذلك يعني المؤمنون وإن كانوا في مراتب من النور لكن لا يزالون في مراتب من الظلمة. ونحن بالحقيقة بهذه العبادات وخصوصا في شهر رمضان الكريم بما فيه من تزود بالمعارف، وهذا هو الأهم، مو كمية عبادات، كمية صلوات، كمية آيات، المهم ما يتزوده المؤمن من هذه الآيات الكريمة في كتاب الله، ما يتزوده المؤمن حتى من الأدعية. مولانا العزيز أدعية أهل البيت عليهم السلام حافلة بال المعارف التوحيدية ومختلف المعارف الإلهية. ولكن للأسف سماحة الشيخ يعني نجد هنالك إهمالا لموضوع من بعض الناس، لا نقول جميعا أكيد، إهمالا وهو يغفل عن هذه الفيوضات التي جعلها الله عز وجل في على لسان أوليائه في هذه الأدعية. الأدعية حافلة، لو شهر رمضان كله يكرس عن للبحث عن المعارف قبل ما نجي إلى طبيعة الدعاء وطبيعة العبادة وكميتها وكيفيتها وشروطها وما أدري إيش وكمالاتها. لا، المعارف نفسها أهل البيت عليهم السلام علمونا الأدعية نزود بها من المعارف. مولانا العزيز هذه زيارات الأئمة عليهم السلام حافلة بالمعارف، حافلة بالولاء والبراء. ولكن تجد في بعض الأحيان بعض المؤمنين يزورون الأئمة عليهم السلام 20-30 سنة 40 سنة، تقول له هاي القضية موجودة في الزيارات، مسألة البراءة من الأوصاف الكذائية والفلانية، ظل يتعجب عليك وبعضهم يستنكر. العجيب لعد أنت شنو تقرأ هاي، تبين أن الكثير يقرأ. حتى وصل الأمر أن في بعض الزيارات تقول إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم يا آل محمد. هاي مرتبطة كل الارتباط ببحث ليلة القدر. زين، هاي واحدة من الأمور يعني اللي يقرؤوها، بس يقرؤوها كثير من الأحيان بغفلة. ليش يعني ليش؟ لأنه يعني كأنما يتعامل في بعض الأحيان بطريقة أتكيت يعني فقط. زين يا أخي، أول مرة تتزود بالمعارف، بعدين تجي بعد التزود بالمعارف عقلك يتزود بالمعرفة، الدور قلبك يتزود بالروحية. زين، بعدين الجوارح تتأثر. البعض يحاول أن يأثر على قلبه وعلى عقله بدءا من الجوارح، فقد يخشع في جوارحه ولا يخشع بقلبه. ترى الخشوع الحقيقي يبدأ من القلب، والقلب تابع للعقل هم في كثير من أربطته وأعنته. نكمل الوظائف.
الوظيفة الرابعة عشر بشرى المجرمين يوم القيامة بالعذاب. هاي بشرى لكن بالعذاب، هذا غير بشرة البشرى، هذا غير بشرى المجرمين والظالمين في غمرات وسكرات الموت، بعد وراهم بشائر. هذه يوم القيامة والعياذ بالله، يوم يرون الملائكة ماذا؟ لا بشرى يومئذ للمجرمين. هذا المجرم مو إلا كافر، قد يكون مجرم إسلامي. بعض الأحيان عندنا مجرمين بالإسلام منسوبين للإسلام أسوأ من مجرمين الأمم الأخرى، كما في معاوية ويزيد وأبو سفيان من قبل، ومن أسس هؤلاء في سورة الفرقان الآية 22. الوظيفة 15 حمل رسالة الله. لاحظ بعض الوظائف عظيمة جدا، يعني هي مراتب متفاوتة. الله يصطفي من الملائكة رسلا. الملائكة كلهم مصطفين، لكن تلاحظ أكو اصطفاء في اصطفاء واصطفاء بعد اصطفاء، وكل وظيفة وأهميتها. فمسألة أنه رسل للملائكة غير رسل للمؤمنين، مو صحيح؟ الآية هذه الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، كما يصطفي من الناس يصطفي من الملائكة رسل. نريد توضيحا لي أن يصطفي من الملائكة رسلا، رسل لهم هم الملائكة غير؟ لا، رسل الملائكة إلى غير الملائكة، وفي بعض الأحيان رسل الملائكة للملائكة، كما قد يبعث الله تبارك وتعالى بعض الملائكة لملائكة آخرين يخاطبهم بكذا وكذا. وكذلك المسألة الواضحة جدا اللي هي في أذهاننا أنه رسله مثلا إلى البشر أو إلى سائر المكلفين. هذه سورة الحج الآية 75، وشبيه بها الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا، كما في سورة فاطر. الوظيفة مع الأمر الذي ذكر في سورة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، بعدين يجي هذا الأمر شنو، فهم وسائط لإنفاذ الأمر الإلهي بل وإجرائه أيضا في بعض الأحيان. وهذه هي الآيات: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا، في سورة النازعات. طبعا معنى إجمالي بسيط جدا، هذه الآيات المباركة قد تقدم في كلام في بحث قد تقدم في كلام العالمين المحققين الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء والسيد الطباطبائي قدس الله نفسيهما، ولكننا كما ذكرت فيما مضى لابد أن نتجاوز بعض البحوث، إما نختصر أو نتركه أصلا، وهذا مما تركناه، ولكن هو موجود في بحثنا وقد تقدم في كتابنا في البحث المتعلق بالكتاب المبين كلامهما قدس الله نفسهما، من أنه الملائكة هي، يعني هناك إطلاق بأنهم مجاري الفيض، مجاري الفيض الإلهي والربوبي لخلقه في عالم الخلق وفي عالم الأمر، وهذا كله بإذن الله سبحانه وتعالى. الوظيفة 17 بشرى عباد الله الصالحين بأمر الله، كما هذه الآية الكريمة: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك. والله عجيب، ما أقدر أنا ما أقف، يعني لك عجيب، الشيعة والروافض مغالين يدعون نزول الملائكة على فاطمة ونزول الملائكة على الأئمة، ومريم لم تكن لا ابنة نبي ولا كانت امرأة صالحة نذرتها أمها. قد تكون ابنة نبي، إحنا ما نقدر ننفي أنها يعني مريم ابنة عمران عليه السلام بالنتيجة، بس هي مو نبية، هذا المهم يعني، ولا هي إمام، ولا عندك بالقرآن نفي أن تتنزل. يا أخي هم مرات يعني يفرضون فت قضية وتصير عندهم من المسلمات، وأي واحد يناقش بها أكفر الكفرة من الزنادقة كذا كذا، أول الكلام هذا زين، هذا القرآن حافل. أخر لو كانت القضية يعني مغيبة مو واضحة، ربما شوية تعطيهم بعض العذر، ما تعطيهم بعض الحق، لا أقول تعطيهم بعض العذر، الغفلة تغافل. أما هذا القرآن صريح
مريم، هنالك أم موسى وسارة زوجة إبراهيم وزوجته واقفة قائمة فضحون أنه رأوا جبرائيل أو دحيل في صورة دحيل الكلب. يعني ما رأوا جبرائيل، مو يروون أنه كلم بعض الصحابة، مو يروون أنه رأيت فلان وفلان كلما أمد سيفي أريد أن أقطع أو أضرب هذا الكافر أرى شخص سبقني. بعدين يقولون هذول الملائكة، إذن هم يغالطون أنفسهم. ليش هم مو يروون في فضائل أئمتهم أنه يرون الله 91 مرة، 99 مسكين مات وما وصلها للمية في ذهن رب العالمين. هذه المغالطات والسفاسف التي جعلت الكافرون يضحك. كسر التوحيد طبعا، وهذا كسر للتوحيد. شلون رب العالمين يرى؟ لأنهم بالحقيقة دينهم مبني عليه على الجسمية أو لوازم الجسمية. بعضهم إذا ينكرها وقوعها في الدنيا، لكن هو يؤمن بوقوعها في الآخرة، فيقول أنه يرى الله يوم القيامة، وأن الله عز وجل يضع قدمه في النار لكي تمتلئ، وغيرها من الأمور. أي من هالقضية، لا يرون الله كالبدر في ليلة التمامية. يعني ما أدري بتعبها سقحت القمر عليها شو يعني. لكن مؤمنين مو أنبياء أو أولياء، مؤمنين كالبدر في ليلة التمامية. ليش مو الشمس؟ والشمس شنو قيمتها؟ الله نور الكون كله، يعني شنو الشمس شنو القمر؟ على أي حال، إلى الله المشتكى وهو المستعان. فهذه الآية الكريمة، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة، في سورة آل عمران الآية 45. أيضا فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا، في سورة آل عمران الآية 39. أيضا نستميحك عذرا، نتوقف عند فاصل، نعود بعده لإتمام الحلقة. سادة المشاهدين الكرام، فاصل قصير، نعود بعده لإتمام حلقتنا من برنامج الإمامة وليلة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. ها قد عدنا وإياكم سادة المشاهدين الأكارم، وباسمكم نجدد ترحيبنا بسماحة الشيخ مويت الأسدي. أهلا وسهلا. سماحة الشيخ، نحن لا زال حديثنا مستمرا عن المقام الثالث من مقامات الملائكة، وأنتم شرعتم بذكر شواهد قرآنية على هذا المقام، وهو مقام وظائف الملائكة، وسردتم لنا جزاكم الله خير الجزاء جملة من الوظائف والشواهد القرآنية التي تدل على هذه الوظيفة. وأعتقد أن لديكم الآن المزيد من الوظائف، لا زال صحيح يوجد مزيد، لكن أيضا على نحو، يعني لا نريد ولا ندعي أننا يمكن أن نتتبع جميع وظائفهم المذكورة قرآنيا، ها، وإلا قد تذكر في الروايات وظائف أخرى، في الحكمة تذكر وظائف أخرى. نحن نذكر ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، يعني اختصارا للبحث وربطا بينه وبين موضوع ذكر الملائكة في سورة القدر ووظيفتهم في ليلة القدر وتنزلهم في ليلة القدر من كل أمر. من الوظائف الأخرى، الوظيفة 18، محادثة أولياء الله وتبليغهم بمقاماتهم وغير المقامات، وهذا كله بإذن الله. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك. تلاحظ محادثة مع ولي من أولياء الله، لا نبي ولا خليفة الله ولا، وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. حديث مستمر بتفاصيل. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، آل عمران الآيات من 42 إلى 43. الوظيفة 19، مؤانسة أولياء الله في الجنان.
وهذا أيضا يدخل ضمن لطف الله عز وجل بعباده، أنهم إذا ما وصلوا إلى رتبة إيمانية عالية، إلى رتبة إيمانية عالية، تجد الله عز وجل يرسل إليهم ملائكته للمؤانسة وللمحادثة. وليس هذا الأمر صحيح، أنه بمقدار ما يرتقي الإنسان في مستوى الإيمان الله عز وجل يبادله بتحية وبتحفة منه. هل هذا الأمر يعني أصبحنا نضطر إلى أن نمارس كثير من الأحيان الكتمان لكثير من الحقائق مع أهل الخلاف؟ أهل الخلاف هم يعني كلهم يقرؤون القرآن وكلهم يقرؤون هذه الآية، لا أحد يستنكر أن يكون هناك حديث بهذا التفصيل وبيان المقامات بين الملائكة وبين مريم، لكن ماذا يصير؟ تقول يحدث اعتراضات كبيرة واستنكار عظيم إذا ما دخلنا بالتكفير والغلو، إذا صار واحد ينقل رواية أنه هناك حديث بين الملائكة وفاطمة الزهراء، مش خلصنا من عندهم؟ كيف تلقبونها بالمحدثة والمحدثة، ومن من أين أتيتم بهذا الأمر، وما هي الدلائل؟ والعجيب أن لديهم روايات تقول أن عمر محدث، وحكم الإمثال فيما يجوز أو لا يجوز هو واحد أكيد. فليش أنت تستنكر على الشيعة وتعتبر من الغلو إذا ما دخلت بالتكفير؟ والعجيب أنه الشيعة تعتمد على روايات كثير من عامية، بينما أنت نفسك تمارس هذا الأمر في أئمتك. فالقضية إذن قضية أنه يعني بشكل واضح وصريح لا يتحملون الحديث في فضاء أهل البيت، هذه القضية لا يطيقون. حتى الشيخ هم يرونها، حتى في مسألة مثلا حديث الكساء، الذي واحد من طرق حديث الكساء هي عائشة تروي حديث الكساء على ما أعتقد، وهي تروي كيف أن فاطمة سلام الله عليها تنقل حديث جبرائيل مع النبي صلى الله عليه وآله، ولم يذكر في لفظ الحديث أنها سمعت من النبي، بل هي تسمع مباشرة حديث. جدا لطيف، أحسنت جدا لطيف، هذا كل الصحيح. هاي لو ملتفتي لها كان خلوا لها فد هذا، يعني قالوا هاي فد عبارة نسيتها عائشة أو الراوي نساها ما ذكرها. زين، من الوظائف أيضا طبعا قلنا مؤانسة أولياء الله في الجنان، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. ماذا يقولون؟ سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، فنعم عقب الدار، أحسن دار أنتم. لكن هذا كله بعد الصبر. في سورة الرعد من الآية 23 إلى الآية 24، الوظيفة الأخيرة بحسب يعني هذا التتبع الاستقراء الذي قمتم به، أي التنزل على بعض عباد الله بأمر الله، وهذا له تمام العلاقة بحثنا. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، ما ذكر لا نبي ولا كذا أصلا، على من يشاء من عباده، عنوان أنه عبد من عبيد الله سبحانه وتعالى. ينزل الملائكة، الله هو المنزل، ينزل الملائكة بأي شيء؟ بالروح من أمره على من يشاء من عباده، مع الالتفات إلى أن ينزل، مع الالتفات إلى أن ينزل فعل مضارع، وماذا يفيد؟ الحال والاستقبال، الاستمرارية والاستقبال، مو فقط هاي الكلمة الأولى بل البقية. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء، كما في آية سورة القدر تنزل، فعل مضارع، الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. ودائما هنالك اقتران للملائكة والروح والأمر. طبعا الآية اللي قرناها من يشاء، حتى يشاء فعل مضارع، يعني مشيئة مستمرة ومستقبلية من عباد الله. هذا إلى هنا نكتفي بهذا المقدار من المقام الثالث. نعم.
من المقام الأخير ننطلق سماحة الشيخ الذي ذكرتموه، ونحن لازلنا في حديثنا عن سورة القدر وهذه الآيات العظيمات التي وردت فيها. من مجموع هذه الوظائف التي ذكرتموها والوظيفة الأخيرة، ما الربط بينها وبين تنزل الملائكة والروح فيها من كل أمر التي ذكرتها الآية القرآنية في سورة القدر؟ ما وجه الربط؟ ما هو التنزل الذي حدث؟ الآية في سورة القدر تقول تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، من الأفعال الإضافية تقتضي نازل وهو الملائكة، ومنزل فيه ليلة القدر، منزل منه عالم الأمر، منزل به الأمر، لا يوجد منزل عليه. أنا أطلب منك شخصيا أن تعيد لنا هذه التقسيمات حتى لا يختلط الأمر، التقسيمات الإنزال التي ذكرتها. هذه أفعال إضافية. لما يقول الله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، في ذهنك وذهني وذهن أبسط إنسان أن هذا الفعل اللي هو التنزل يقتضي منزل منه، فليكن عالم الأمر. عندنا منزل فيه لو لا ليلة القدر، زين. عندنا نازل هم نفس الملائكة والروح، عندنا منزل به الأمر، ما عندنا منزل عليه. أكيد مقتضى الحال يقتضي أن يكون هنالك منزل عليه، صح لو لا؟ والآية اللي قرأناها في آخر الوظائف ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. فمن هنا نحن وقفنا على ما تيسر لنا من وظائف للملائكة قرآنيا حصرًا دون الروايات وما قالوه في فن الحكمة، لغرض الفات السادة القراء والمستمعين والمشاهدين إلى أن الملائكة حينما يتنزلون في ليلة القدر من كل أمر، وهذا الأمر هو الأمر التكويني كما سيأتي، وهذه الوظائف كانت تكوينية، فجملة الوظائف التكوينية التي يقوم بها الملائكة تتنزل في ليلة القدر. كيف شلون تفاصيلها هذا يأتي في المقامات اللاحقة إن شاء الله. يا الله. ولكن سماحة الشيخ، بمعنى أن في ليلة القدر، بما أننا شرعنا في شرحها وذكرنا في البداية النزول الأول، هنالك ثلاثة إنزالات قد حدثت في ليلة القدر: إنزال الكتاب المبين كما في أول السورة، وإنزال الملائكة والروح بالأمر. هل هذا الأمر صحيح؟ جدا صحيح. نعم. وجه الربط بين يعني نحن أثبتنا في الحديث الأول أن الإنزال الأول الذي حدث هو للكتاب المبين برتبته النازلة هو القرآن الكريم كما قلنا، ثم من بعد ذلك بعد هذا الإنزال حدث إنزال الملائكة والروح، أم أنهما يعني هكذا الأمر؟ يعني تنزل أو إنزال الكتاب المبين بالفعل الماضي، نعبر التعبير الدقيق، فرق بين تنزل وإنزال. هناك الإنزال صار الهيئة التي ذكرتها بالمادة كانت هيئة الفعل الماضي، يعني تحقق الأمر وانتهى، ولذلك القرآن ماثل بين أيدينا كمرتبة نازلة لكتاب المبين. طبعا هذا القرآن، هسه من نقول القرآن مباشرة الأذهان وين تروح؟ للكتاب المجلد المطبوع والمصحف المتعارف. هو هذا نزل على النبي صلى الله عليه وآله لما قال الله تعالى حاء ميم الكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا نزل مصحف مجلد، ولا فقرآن عربي لكن بوجود آخر، هذا أحد المصحف الحالي، هذا مظهر من مظاهر القرآن العربي الذي تنزل على النبي، أهم ذكرناها بالأثناء هسه. إذن هذا الأمر الأول الذي تحقق ووقع وانتهى فلا يتكرر في كل ليلة قدر، الذي يتكرر في كل ليلة قدر ملائكة والروح. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر.
ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. أفعال كما هي واضح صريحة، أفعال مضارعة تفيد التجدد والاستمرار. ففي كل ليلة قدر من كل سنة في كل شهر رمضان، ما دام توجد ليلة قدر يوجد تنزل الملائكة، كما هو صريح الآية الكريمة أو ظاهر الآية الكريمة على الأقل. البعض قد يخطر في ذهنه مثلا ما وظيفتهم في هذا التنزل؟ هذا سيأتي في المقامات اللاحقة إن شاء الله تعالى، لأنه يعني كثير من الأمور ذكرها بدون توطئة بدون تمهيد صعب، أي واحد. ثانيا نحن نريد أن نذكر المقدمات بشكل تلقائي عفوي، نساير كتاب الله تعالى إلى أن نرى أين يوصلنا هذا الكتاب الكريم، إلى أين توصلنا هذه الآيات. نسير سيرا حكيما يناغم الفطرة، يتلائم مع الوجدان، فنرى أن نصل. يعني إحنا ما مفترضين النتيجة من أول مرة، مقررين لها وقاعد نحكم الآيات وفق النتيجة أبدا. مع الآيات القرآنية أصلا في بعض الأحيان لما تأتي كلمة إمام وكذا حتى بالعنوان قد يكون، يعني أنا نفسيا قد ما أرتاح لها، لأنه أريد البحث يبقى هكذا طبيعي. ليلة قدر وين توصلنا؟ سلمنا كما هي في نهايتها سلام هي حتى. أحسنتم، زين. فإذا ندخل في المقام الرابع وهو يعني العنوان العام نزول الملائكة. هناك انزال خاص، تنزل خاص في ليلة القدر، اكو نزول عام. الملائكة اولا، هذه نقطة مهمة جدا، وهو ان الملائكة لا ينزلهم الله الا لغاية حقة. ملائكة خلق معصوم، مرت علينا وظائفهم العظيمة، هؤلاء الذين يشهدون كما يشهد الله لنفسه بالتوحيد الخالص، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء. هذه وظائف عظيمة، مقامات عظيمة، زين. فمن هنا قال الله تعالى ما ننزل الملائكة إلا بالحق في سورة الحجر الآية الثامنة، أي أنهم لا ينزلون، هذا معنى إلا لغاية ماذا؟ لحظة التعبير، لا ينزلون، لا يتنزلون، لا ينزلهم الله إلا لغاية حقة. الغاية الحقة، أريد شوية أقرب. أنت موظف، ذاك موظف، فلان موظف يقوم بوظيفة معينة، لابد طبعا ويقوم بوظيفة معينة بلا غاية، لو لابد من غاية وغرض. هذا الإنسان اللي عنده وظيفة وعنده غاية، أكو تناسب بين الوظيفة ونفس الغاية لو بلا تناسب بين الوظيفة والغاية؟ العقل يقتضي أن هنالك تناسب، صح لو لا؟ أنا أقرب شيء، مثلا أنت الآن تريد تروح للجامعة تدرس، أستاذ جامعي، أنت الآن تريد تروح افترض للمزرعة تمارس عملية الفلاحة، هذا طفل يريد يروح للمدرسة، قد يكون المدرسة نص كيلو، 200 متر، 100 متر وإلى آخره، قد يكون افترض رئيس جمهورية والوقت محسوب بالثواني. بس احنا ما نتكلم يعني حبا بالسلطان، لا، مو هي الوظيفة هكذا يعني، زين. يصير أستاذ الجامعة، جامعة تبعد فد مثلا 3 كيلومترات 4 كيلومترات، يروح للجامعة مالته مثلا على حصان، أو يروح يركب بايسكل، أو يركب موتور سكل. أنا ما أقول ما يصير يعني حرام وقبيح، وهذا ما نتكلم بهذا الوادي، يعني مقامه وشأنيته لا تلائم مثل هكذا، يعني مو بس المقام الاعتباري، لا، الوقت. الوقت شاهدنا بالوقت. افترض أنا وزير، أنا مدير عام، إذا أروح بالبايسكل أوصل يمكن نص ساعة، إذا أروح بسيارة أوصل بثلاث دقائق أربع دقائق. من هنا فأكو مناسبة وتناسب بين الوظيفة والغايات والوسائل. فالملائكة اللي هاي واحدة من الأجوبة اللي على اللي تقدم في سؤالكم، أنه شنو الربط بين هالوظائف اللي ذكرتوها للملائكة وبين بحثنا في ليلة القدر؟
آخر هذه الملائكة بهذه المواصفات العظيمة والوظائف الشامخة الراقية العلياء في عالم التكوين، كل عالم التكوين يصير يتنزلون بلا، يعني الذي يقول أن الملائكة ينزلون هكذا فقط في ليلة القدر يأخذون فذ جولة كما يقوله أهل الخلاف. يمكن هذا يدخل ضمن العبثية. والله صحيح. ليش يمكن؟ والله صحيح. يعني يأخذون جولة في ليلة القدر ما عاد شغل عمل هكذا انتهت القضية. زين. أما إذا قلت أنهم يتنزلون على من يشاء الله من عباده كما قالت الآية الكريمة. سنجعل المشاهدين الكرام في شوق لمعرفة سبب نزول الملائكة في ليلة القدر، ولكن إلى الحلقة القادمة فقد داهمنا وقت البرنامج. إن شاء الله تعالى راجينا أيضا الترقب. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا لكم سماحة الشيخ على ما أفدتمونا من معارف وعلوم حقيقة، جزاكم الله خير الجزاء، ونسأل الله أن يجعلها في سجل حسناتكم ويتقبل صيامكم إن شاء الله. الشكر لكم سادة المشاهدين الكرام على حسن الإصغاء والاستماع، آملين أن نلقاكم في حلقات أخرى من برنامج الإمامة وليلة القدر. إلى ذلك الوقت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.